المرأة فايتة الرجل بهرمونات، ومن الأشياء اللي كتسوي هذه الهرمونات الكاتيشينات، وإلا تسوات الهرمونات عند المرأة كيوقع واحد الكبح على مستوى الأنتيرولاكتون في الثدي، في الخلايا الثدي، ملي كتكبح هذا الانتيرولاكتون، ملي بالعكس هي كتحفز، وماده الانتيرولاكتون كتجي من لينيانات اللي فيتوستروجين، وهاد لينيانات كاينين في النشويات. يعني الا تبعوا المستمعين الكرام مزيان غادي يفهموا جيد. اللينيانات هذه فيتوستروجينات سميتها لينيان، هما الياف كاينين في النشويات، كاين في الشعير، في الخرطان، في النخال، هذا القمح، كاين حتى في الخضار، كاين في بعض الاشياء الاخرى، حتى في الحبوب مثل السمسم ومثل حبوب الكتان ومثل الحب الرشاد. هذو اللينيانات كيتحولوا الى انتيرولاكتون على مستوى الثدي. الانتيرولاكتون هو اللي كيحبس سرطان الثدي، اللي ما كيخليش سرطان الثدي يتكون منه. الى ضافت عليه الكاتيشينات، ملي كيضافوا الكاتيشينات يعني كيولي هرمونوثيرابي. علاش؟ لان الفيتوستروجينات، انا كاين بعض النساء ما كيعملوش لهم عمليه، كيعطيهم غير هرمونوثيرابي. علاش؟ لان كيكون عندهم ذاك ريسبتور، كيكون عندهم الثدي ديالهم عندهم قابليه، كيكون بوزيتيف، كيكون قابليه كيعطيهم الهرمونوثيرابي، صافي كيجيب لها التيسير. هنا طبيعيا ملي كياخذوا النساء النشويات بكثره وكياخذوا معاهم شاي، يعني كيجتمعوا الكاتيشينات مع اللينيانات، بمعنى كيولي على المدى الطويل. يعني ماشي الناس غادي يسمعونا غادي يبقاو ياخذوا النخاله وشاي، غير في الاكل ديالهم، في النظام الغذائي ديالهم. ولذلك الناس كلهم كيتساءلوا علاش ما كانش سرطان الثدي في الباديه. الباديه ما كياكلوش اللحوم بكثره. النساء في الباديه واخا عندهم البقر وكيحلبوا، النساء في الباديه ما كيستهلكوش الحليب، منتوجات الحليب قليل اللي كتاخذ شويه اللبن. كيستهلكوش الحليب لان كيقهمهم هكذا. النساء كيما كيكونوا يحلبوا كيكونوا يمخضوا هذاك الشيء ما كياكلوش، هذه ظاهره. المهم على الاقل عندنا احنا في الشاويه، في المنطقه ديال الشاويه وقصبه هذا وذاك الشيء، النساء ما كيستهلكوش الحليب كان. اما الان اصبح النساء الان بكثره النصائح الكاذبه ولاو كيشربوا بزاف. نعم، وهذه نصائح كاذبه، لان الكالسيوم خلقه الله في كل ما خلق، الكالسيوم في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. ليس هناك شيء بدون كالسيوم، حتى الماء الذي نشرب فيه كالسيوم. يمكن الحليب مركز فيه المشكل. نعم، الكالسيوم ديال الحديد. علاش؟ لانه كالسيوم ناتيف، لانه فوسفوكازينات دو كالسيوم، لانه على شكل عضوي. على شكل عضوي الجسم تاخذ الكالسيوم على شكل عضوي بسرعه، لان الجسم لا يمتص الكالسيوم الا ب 23%. هذا علم، نحن نتكلم بارقام. يعني الجسم يمتص 23% من الكالسيوم الاجمالي. الوجبات اللي كياخذ الانسان الان بكثره الاكل، الوجبات الان يقدر يوصل الشخص حتى ل 400 غرام كالسيوم في اليوم بدون ان يشعر. هذا كاين اللي كيكثروا الماكله، لان كاين اللي كياكل 5 و6 كيلو ديال الاكل في اليوم، وهذا خراب ودمار. هذا لان لو كان ثلاث عوامل، لو الناس حافظوا على ثلاث عوامل، نكمل بعد الجمله المعطيات حول الباديه. حول الباديه النساء كان سرطان كاين، نعم، ولكن قليل. بعض الاطباء يقولوا بان لان ليس هناك تشخيص، لا، لان لا احد يصبر على المرض ديالو. صافي، ان السيده ملي غادا تحس بحاجه في الثدي ديالها غادا تجي عند طبيب. ولكن هذا غير تفسيرات جانبيه، ليست تفسيرات حقيقيه. حقيقه الامر على ان الباديه ما كياكلوش مواد صناعيه، انهم يطبخون بزيت الزيتون، ولازم انا اتمنى يبقاو على هذا النمط العربي، هذا انهم يطبخون بزيت الزيتون، انهم لا ياكلون لحوم كل يوم، انهم ياكلون خبز، يعني هذه نشويات بكثره، وزيت الزيتون والشاي. المناطق اللي كيستهلكوا فيها زيت الزيتون يعني النشويات وزيت الزيتون ليس فيها سرطان، وليس فيها حتى امراض القلب والشرايين. لمشينا المناطق الجبل من صفرو من البهاليل، مشينا حتى لدمنات، هذا الاطلس اللي فيه الزيتون وفيه الناس، كنلقاو الناس كيستهلكوا زيت الزيتون وكيستهلكوا نشويات بكثره، ما عندهمش كثره اللحوم، كنلقاو هذه المنطقه هذه فيها سرطان. نعم، ولكن قليل جدا، قليل جدا، وحتى امراض القلب والشرايين قليله في هذه المناطق هذه. الا المناطق اللي دخلوها المواد الصناعيه، اللي دخلوها هذا النمط الغربي في الاكل وفي الطبخ وفي هذه المسائل. فهذا النظام كان حافظ الناس اللي فيه شاي، الى اجتمع الشاي وزيت الزيتون ونشويات. كاين تناقض اخر من الناحيه العلميه. ما هو هذا التناقض؟ هو ان كنعرفوا ان النشويات فيها حمض الفيتيك، وهذا الفيتات او حمض الفيتيك هو مضاد للسرطان، هو داخل مع الالياف المضاده للسرطان. لكن حمض الفيتيك كذلك كيشد هذه الاملاح المعدنيه، كيشد الحديد والكالسيوم وكذلك. فمن قبل ما كان عندنا مشكل مع الـ 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 الاملاح مع حمض الفيتيك، لان النساء كانوا تيخمروا بالخميره البلديه، خميره الحامضه. هذه الخميره البلديه هي اللي البحث اللي نشرناه في المجله ديال منظمه الصحه العالميه حول يعني ممكن تفادي الانيميا بطرق يعني
تهيئ الطعام غير طرق لي بريباراسيون، طرق تهيئ الطعام في المغرب. وهذا البحث اسفر عن نتيجه كبيره وعاليه، نتيجه مهمه، هو ان هذه الخميره البلديه او الخميره الحامضه هي فيها البكتيريا اللبنيه حمضيه، هذو البكتيريات اللي كتخمر. كنلاحظوا على ان الخميره كتعطي خبز حامض، هذه الخميره الحامضه، وهذه البكتيريا اللبنيه تحل الحمض الفيتيك. ملي كيتحل الحمض الفيتيك انه كيعطي يحرر الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم. ولذلك ما كانش عن مشكل ديال الحمض، الان اصبح حمض الفيتيك. علاش؟ لان الخبز اللي كنتناولوا حنا اللي كنسميوه بانيفيكاسيون ديريكت، الناس اللي كيزيدوا الخميره والملح والماء ثم كيعجنوا، هذه الطريقه هذه ما بقاش الخبز حامض، بمعنى ان البكتيريا اللبنيه ما بقاش الدور ديالها تبطل، فظهرت اعراض على مستوى القولون، لان البكتيريا اللبنيه هي اللي كتعطي هي اللي كتعاود تحيي هذيك الفلورا ديال القولون اللي كنسميو حنا البروبيوتيك، حيت كاين بريبيوتيك وبروبيوتيك، يعني ما تتغذى عنه البكتيريا اللبنيه، يعني هو يعني منها هذه الاشياء. ملي كتكون البكتيريا البروبيوتيك، هذا الحادث ديال البروبيوتيك هو اللي كيحفظ الجسم من جميع الامراض، هو اللي الان الباحثين كيراهنوا عليه، اللي نشرنا فيه احنا بحث هذا حول السيكوك وحول الخميره البلديه. علاش؟ لان تلاحظوا على ان الخميره البلديه كتحمض الخبز، نفس الحموضه اللي كاينه في اللبن. اللي كنضيفوا اللبن حامض مع النشويات اللي كنسميوها حنا في المغرب السيكو، كان كيكون نفس المفعول ديال الخميره الحامضه، يعني الحديد كيتحرر. ما عندناش مشكل مع حمض الفيتيك في اللي كيشد الحديد بالنسبه للنشويات، ملي كان الخبز في الباديه بالخميره الحامضه. الان اصبح اي شيء، وكثرت التفاسير وكثرت الاستقراءات وكثرت يعني الاسقاطات، مش استقراءات، اسقاطات، ان انسان يشوف حادث او يقرا شيء في الشبكه العنكبوتيه يقول لك لا قالوا بانك ما تشربش شاي، هذا كذب. من قال للناس ان لا يشرب الشاي بعد الاكل فانا اقول جاهل. ويجب ان يطلع على البحث العلمي، ويجب ان شويه يعود يدير واحد تحديث ابديت، واحد التحديث للمعلومات ديالو. لا لا ماشي عيب، لا باس الشخص يمشي يقرا شويه، ماشي مشكل، العلم ليس عيب. والرسول صلى الله عليه وسلم يحث على العلم، والرسول يقول اطلبوا العلم ولو في الصين، ولم يقل اطلبوا الفكر، الله ما قالش اطلبوا الفكر، اطلبوا العلم ولو في الصين، يعني العلوم الكونيه نطلبها، الفكر لا نطلبه، نحن لا نحتاج فكر غربي ولا نحتاج فكر صيني. ذكرتم مني قلت الصين، هذا الشاي الصيني. نعم. كان ياتي من الصين دائما. نعم. زراعته. نعم. الان هل هناك يعني هاي هنا في المغرب موجوده زراعه الشاي؟ كانت محاولات يعني في الشمال في منطقه العريش، كانت محاولات في غابه المعموره، لان الشروط اللي كتنبت فيها شجره الشاي هي كتنبت في الظل، خاص تكون شجره اخرى عاد تيغرسوا الشجرة الشاي تحت منها، وكيبغي ماء بكثرة، يعني خاص يكون تحت الشجرة، خاص يكون ماء، خاص يكون مسقي. فتقنيات الزراعة في الصين وفي الهند لا تتطلب أي شيء، لأن عندهم رطوبة مرتفعة، الهند عندهم رطوبة مرتفعة، وعندهم التربة ديالهم كتحمل، والله سبحانه وتعالى وزع هذه الأشياء. فشجرة أرجان لا تنبت إلا في المغرب، وكذلك أشجار التمار، التمر، النخيل، التمر لا يكون إلا في البلدان العربية، ليس هناك تمر في أوروبا. نعم، هذه الله سبحانه وتعالى فرق هذه الأشياء ليكون هناك تواصل، كما يقول الله سبحانه وتعالى أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتعارف يفسر بالزواج، يفسر بهذه الحركة ديال البشر يعني من قارة لقارة، ويفسر بالمعاملات التجارية، ويفسر بأي شيء يعني لتعارفوا. يعني كيفاش غادي نتعرفوا احنا على الصين إذا ما استوردناش منها شيء؟ وكيفاش مثلا هذه الدول الأوروبية ما عمرها غادي تعرف التمر، من المستحيل كانت غادي تعرف التمر، ولكن هذا التبادل التجاري وهذا الزواج وهذه الحركة والسفر وما إلى ذلك، وكتجعل هذا يدخل في هذا، تكون هناك تجارة، خصوصا الرواج التجاري الآن، فأصبح منتوج الآن في أي بلد يصبح في السوق بأقصى سرعة. يعني كنشوفوا على أن المنتوجات التي لم تخلق في المغرب هي منها الجينزين، منها نبتة الحياة، ومنها هذا الشاي، ولكن المغرب كيستورد منهم الآن كميات كبيرة، يعني حتى هذا التوابل، بعض التوابل لا تنبت في المغرب، مثل الابزار، مثل اشياء، فهي تستورد في الدول الافريقيه، موجوده في الدول الافريقيه، وموجوده كذلك في الدول الاسيويه، القهوه مثلا كاينه في الدول الافريقيه في كينيا، وكاينه في الدول امريكا اللاتينيه، البرازيل، البرازيل هو اكبر يعني دوله منتجه، ولكن نلاحظ كما قلت، لان هناك اعلام وهناك
سياسة غذائية عالمية يعني ملي كي ما هذه السياسة العالمية الغذائية العالمية تتحكم فيها شركات عظمى، فهم يجعلون الأشخاص يأكلون بهوى هذه الشركات، الشركة هي التي تملي على الشخص ماذا يأكل. أنا أعطيك مثل، أنا المثل المغرب ليس بلد منتج للقهوة، لا ينتج لا قهوة ولا شيء، ولكن استهلاك القهوة والشاي هو يعني يتساوى مع استهلاك القهوة والشاي في أوروبا. المغرب يستهلك القهوة بنفسه، ولكن الشاي يفوق جميع البلدان أكبر دولة في استهلاك الشاي. يعني نعم، حتى الدول الشرقية المغرب يفوتها، يفوق الدول الشرقية في استهلاك الشاي، لأن كميات كبيرة، والآن السوق ديال الشاي غادي يطلع. فالقهوة الآن داخل البورصة، هي الثمن ديالها كيطلع ويهبط مع البورصة مع البترول. الآن هذه علاش؟ لأن شركات عظمى متمكنة في القهوة، فهي هذه الاستراتيجية ديال الإنتاج وديال المواد الغذائية خلات الشاي اللي هو صيني هندي طبعا ما داخلش البورصة يعني لا يبالون به، ولكن القهوة جعلتها مادة أساسية حتى اجتماعيا على المستوى السوسيولوجي والاجتماعي. فالقهوة أصبحت الآن في أوروبا وفي أمريكا يعني المشروب الوحيد، لا يمكن أن يكون شيء ولا يكون أي حدث ولا يكون أي ملف يتدرس ولا يكون أي رأي يتخاذ ولا يكون أي اجتماع قهوة. بدون قهوة بدون قهوة يعني. فعندها نعم هي أصبحت يعني تتدخل في البنى الاجتماعية والبنى السياسية في ديال المجتمعات، وحلت محل اللحوم. أن العرب كانوا يستضيفون الناس باللحوم، فالآن الغرب يستضيف الناس بالقهوة. بحال هذا يستضيفون بالشاي. نعم علي، فهذه الأشياء الآن كنلاحظوا على أن بعيد من علم التغذية، ليس هناك علم التغذية في استراتيجية الآن العالمية. علم التغذية ما دخلش. لماذا؟ لأن هناك صناعة غذائية تكسب وتريد أن يعني هذه المنتوجات تحل محل المنتوجات التي خلق الله سبحانه وتعالى. كنشوف بأن الآن العصائر الطبيعية اللي خلق الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان عاد غادي يمشي يشري الفواكه يطحنها يحضرها يصفيها الأدمي، أن غادي يخرج يلقى حاجة معلبة بنفس اللون ونفس المذاق نفس الحلاوة نفس أشياء، ولكنها ليست طبيعية إلا الماء. نعم. ليس فيها شيء طبيعي إلا الماء. المذاق ما كان إلا الماء. ألين هناك من يرى مشروب أصفر أو أحمر فهو كيجي لي في باله على أنه ليمون أو برتقال، وهذا ليس. فهنا هذا المشكل ديال الشاي الآن هو مسكوت عنه، الشاي من الأشياء المسكوت عنها. حتى أن في فترة ما كانوا يقولون أنه خطير، واحد الوقت كانوا يقولون أنه خطير، لكن العلم لا يستحي من أحد. مكونات البوليفينالات والمواد الدابغة وفيتامين أ وحمض الجاليك والكاتيشينات، هذه التيفلافين والتيريبيجين، هذه أشياء يعني في الكروماتوغرافي يعني في الآلات اللي كنحلوا بها هذه المسائل، هذه أشياء ثابتة علميا ولا أحد يقدر على إنكارها. لا، ملي كنقولوا 3 في 3 مضروبة في 3 9 لا يقدر أحد أن يقول ليست 9، لا يقدر. ولذلك نحن في العلوم الحقة يعني هذه العلوم الكونية الحقة عندنا ثوابت نتفق عليها، يعني يكون نزعة كل تيار كيفما كان ولكنك تتفق عليها. لا أظن أن مثلا روسيا عندها جذر مربع 9 هو 3 وأمريكا عندها جذر مربع 9 هو 3، لا يمكن أن يختلفوا. يختلفوا في النظريات ولكن لا نختلف في العلوم الحقة. هكذا. وهذه مادة الشاي أظن أننا هي تستحق حلقة كاملة ولما لا أكثر. فأنا قلت هي تدخل في لائحة الخمس الأشياء اللي كيخص الناس يكثروا منها أصحاب السرطانات. نعم فعلا. بوتاسيوم 2000 ميلي جرام، الناس اللي عندهم تصفية، هو الشاي مضر للبول، الأطباء كيمنعوه الناس اللي عندهم. نعم، ولكن الآن بدأوا الأمريكيين كيوضحوا أكثر أنهم الآن كيبداو كيمنعوا بوتاسيوم قبل دياليز، يعني قبل التصفية كيمنعوا. علاش؟ لأن ممكن الشخص يمشي كوما عادي يعمل دياليز، الأطباء ما كيبغيوش الشخص يوصل لكوما عادي يعمل دياليز، كيهيئوه قبل. لأنه اللي عمل كوما بعدا غير المصاريف غادي تطلع عليه هو باهظة، والحالة ديالو ربما غادي يمشيو ليه بعض الأعضاء أخرين. فمن الأحسن، علاش؟ كي الأطباء ملي كيشوفوا الكرياتين والور يطلع 60 و65 فوسكري كيهيئوه كيعملوا له هذيك الآلة في الدو. علاش؟ لا سبحان قدر الله، يعني
ما خرجش الماء ولا شي حاجه كيصفي. الامريكيين بداو كيوضحوا ان كيمنعوا البوتاسيوم قبل التصفيه في المرحله اللي قبل التصفيه واحد شهرين ولا ثلاث شهور ولا ست شهور ملي كيكون الشخص واصل يعني كريتيك كنسميوه كريتيك هذه كيمنعوا ولكن ما بقاوش كيمنعوا البوتاسيوم بكثره الناس اللي كيصفيو في امريكا ما بقاوش كيمنعوا الا الاشياء اللي الناس اللي عندنا في المغرب لازم نمنعوا عليهم الاشياء اللي فيها البوتاسيوم. لماذا؟ لان كاين اللي بعيد من مركز التصفيه هذا هو المشكل. كاين اللي في مدن نائيه الا مشى حتى عمل واحد مصيبه الا مشى حتى طلع له هذا الاذى وبقى تم في الباديه ما غيوصلوه مثلا العياده ديال التصفيه في مدينه ما الدار البيضاء ولا مراكش ولا اكادير ولا الرباط ما غادي يوصلوه حتى غادي يوصلوه كوما ولا غادي يوصلوه مغيب يعني صافي يغمى عليه ولا هنا لا يعني من الاحسن نمشيو بحذر. يتمنع البوتاسيوم هو داخل في الاشياء اللي كتمدر للبول الشاي على راسها يعني معناه انه ممنوع للناس اللي ولكن الاشخاص اللي عندهم ارتفاع الضغط ولا عندهم امراض القلب والشرايين هو بالعكس الشاي جيد ولو ان فيه واحد المنشط ولكن ليس منشط قهوه. دائما تسمعوا تقول لك انا مريض بالقلب راه منع عليا الطبيب لا لا عليا حتى التركيز اللي كنشربوا ديال اتاي ملي كنعملوا واحد قدر ديال الشاي في البراد كنعملوش كيلو ديال الشاي كنعملو قدر بسيط في الشاي اللي غنشربوه على شكل شراب على شكل نقي يعني كيقول لك بانه تيطلع الضغط يهبط الضغط ما عرفتش لا 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 هو لا لا علميا خصو يهبط الضغط لا لان البوتاسيوم في 2000 ملغرام ديال البوتاسيوم خصو يهبط الضغط اكثر من ذلك ان البوليفينولات والمضادات الاكسده كتهبط الضغط يعني نعم هي كتنزل الضغط واكثر من ذلك في فوسفور نعم لان هنا في هنا هنا في كاين المشكل هو الناس كيشتبه عليهم الامر ولكن من الاحسن نمنعوا واحد الماده على المرضى احسن ما هذوك المرضى يمشيو يعملوا يعني مشكل الناس اللي سالمين اللي ما عندهمش مشكل حتى الناس اللي كيلاحظوا على ان توازن المائي الاطباء كيعرفوا هذا الواتر بالانس هذه ليكيليبر ادريك كيعرفوها الاطباء ملي كيكون واحد عدم توازن مائي في الجسم اللي الشخص ما كيخرجش واحد الكميه الماء مهمه هي 3 لترات ونصف الى 4 عليا على حسب كاين اللي كيخرج 3 كله هي عليا مختلفه من شخص لاخر من الاحسن يتناول الاشياء اللي فيها بوتاسيوم يعني هذا اذا لم يكن لديه مشكل على مستوى الكلية ما تكونش عنده قصور كلوي البوتاسيوم جيد للجسم لأعراض أخرى أن كيخلي بعد السموم تنزل علاش لأن ملي كيخرج الماء من الجسم أنك خرجت السموم الدائبة الأشياء التي تسمى الجسم كتكون دائبة كتخرج من الجسم الكاتيشينات كيعملوا كذلك على مستوى القولون لأن هما اللي كنسميهم حنا الأوكسيجين سكافانجر معنى هاد الاكسجين سكافانجر هما كيسبقوا هذوك الجذور الحره كيسبقوها الاكسجين كيشدوا لها الاكسجين هذه هاد الكاتيشينات كيشدوا مضادات للاكسده كيخليوش الجذور الحره تتاكسد لان لا تاكسد كتخرب الخلايا ديال القولون هذا فمن هاد الناحيه اللي أنا يعني علاش دخل هو كاشياء اللي مضادات للسرطان ليس معالج للسرطان باش نكونوا واضحين الناس كيسمعوا يقولوا غنمشي نشرب اتاي غنتعالج لا هي اشياء اللي كتحفظ الجسم من السرطان والاشياء اللي ممكن تعطل السرطان الاشياء اللي ممكن تساهم واحد شويه في العلاج النام اللي كيكثروا الناس من الشعير والنظام الغذائي ديال المصابين بالسرطان مع الاسف الشديد ملي كيديروا الشيميوثيرابي كيديروا هذا العلاج بالكيماوي المناعه كتنخفض الكريات البيضاء الكريات الحمراء البلاكيت هادو الصفائح الدمويه كينخفضوا ملي كينخفضوا لا يمكن الشخص يعمل الحصه ديال العلاج كيما لا يمكن فمن جهه خاص هاد الناس ياكلوا مزيان من جهه اخرى ما خاصهمش ياكلوا علاش لان الخليه السرطانيه تتغذى من البروتينات ومن السكر الاكل غنلقاه اكثر من 70% يعني لحوم وسكر كما قلت هاد الخمس اغذيه اللي لازم يكثروا منها ماشي يكتفيوا بها يكثروا منها اللي هي الثوم وزيت الزيتون والكركم والشاي والشعير نعم ولا بدا الشاي لا الشاي والشعير نعم هادو لماذا لان هاد المواد هذه جامعه المضادات للاكسده ما فيهاش سكريات كنلاحظوا ان الشعير ولا الثوم ولا عشان ما فيهش سكريات ما فيهش بروتينات يعني بكثره والخليه السرطانيه هي خليه انايروبي خليه غير
يعني لا هوائيه، الاكسجين كيقتلها، يعني كتعيش في غياب الاكسجين. ولذلك قد ما تهوى الجسم، لذلك نقول المصابين اللي صراحه خصهم يتحركوا، المصابين اللي صراحه خصهم يتحركوا، بالعكس خصهم يتحركوا، خص التنفس ديالهم يكون عميق جدا، وخصهم يدخلوا اكسجين للجسم. اذا دكتور الا سمحتي غادي ناخذ اولى المكالمات، كنظن تصلح العطب. وكنعتذر مره اخرى للمستمعين الكرام لان هذا العطب هو خارج عن الاراده ديالنا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم الكريم. معك العربي من الرباط. اهلا سي العربي، تفضل. شكرا. لعبت عندي واحد ثلاثه الاسئله اذا كان ممكن. ايه تفضل. السؤال الاول، نحن كنعرفوا بان طريقه اعداد الشاي في العالم الاسري يعني تختلف من منطقه الى منطقه، بدءا بالبلد الاصلي في الصين، وفي يعني الدول ديال اسيا، الصين واليابان الى اخره، وكذلك مثلا جينا للمنطقه العربيه فكنوجدوا بان طريقه اعداد الشاي في الخليج العربي ليست هي نفسها نفس الطريقه في المغرب، وحتى في المغرب اللي كل ما كننطلقوا من منطقه في المغرب الى منطقه كنوجدوا بان طريقه الاعداد كتختلف من مثلا من الجنوب حتى الوسط حتى الشمال، يعني هذه طريقه الاعداد ما تاثيرها على فعالية وجودة الشاي في التغذية؟ هذا نعم. السؤال الأول. نعم. نعاود طريقة تختلف من بلد لآخر. تختلف من نعم مفهوم السؤال. علاقتها بجودة وفعالية الشاي في التغذية. لأن ربما هذا السؤال عنده علاقة بالمناخ على ما أظن. السؤال الثاني، هل فعلا مادة الشاي تتوفر على مادة النيكوتين؟ نعم. كنسمع بأن كثير من الناس مثلا هنا بالصباح ما خداش اتاي تيقول لك راه ضربني الراس، يعني علاقة الشاي يعني بالتوتر وبسرعة ديال الراس إلى آخره. نعم. السؤال الثالث هو كنطرحه على السي الفريد بصفته خبير زراعي. نعم. كنعرف بان اتاي هي رمز وطني في الصين. ولكن في الحقيقه الا حنا مشينا للصحراء يعني كنلقاو هذا الرمزيه ديال الشاي هي تفوق رمزيه الشاي في الصين. اكيد نعم. يعني نعم. هذا سؤال بغيت نطرح السؤال، يعني هل علميا يمكن استنباط الشاي في المغرب؟ نعم تحدثنا عليه قبيله ولكن ماشي ممكن نعاودوه. شكرا سي العربي. شكرا جزاك الله خير. ناخذوا المكالمه الثانيه لان احنا ما خديناش كاع المكالمات على الدكتور. نعم. نتقلع عليك شويه ولكن كان إن شاء الله المستمعين كنديرهم في المرتبه الاولى. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الاسم الكريم. مساء الخير اخت فاطمه من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك فاطمه تفضلي. شكرا لطيفه دكتور سعيد قائمة على البرنامج. نعم. نعم. حتى خدمتي شبع من اتاي ورضا الوالدين. الشاي هو مشروب روحي للمغرب ياك. نعم. بالنسبه واش عندنا حنا في المغرب شاي جيد، لان تمشيو للسوق تلقاو كثره ديال انواع الشاي اليوم. نعم. وملي تشري واحد اتاي تيسرع لك ضربات القلب. او المذاقها تزيدوا القرنفل تزيدوا التخليطه. اما بالنسبه ناحيه يعني مفيده للجسم، هو منشط عام ويفيد في حاله الانهيار العصبي، منبه للجهاز العصبي. يعني هو يبعد النوم والكسل. وانا بعد ما تنشربوا تيطير للناس. يعني صحيح هذه. هل يساعد هو في نشاط الكلى ويساعده على التخلص من الماء الزائد وما يحتوي من املاح ضاره؟ نعم. هل فعلا وهل هو مبرد ومنشط في حاله الهبوط العام وضيق النفس؟ شكرا. اذا شكرا لك. الله خيرا اخت سماء. الله كاينه مكالمه اخرى يعني ما نمشيو عند ناخذوا السي العربي. العربي من الرباط. طريقة التحضير هي كيف ما كان الحال، جميع الطرق تشترك في الماء مغلى على درجة 100 درجة، على حرارة 100 درجة مئوية. ثم كاين اللي كيصب هذا الماء المغلى على الشاي ويتسنى ينتظر ثم يشرب، هي الطريقة الصينية المحضة. وكذلك الشرقية، الطريقة الشرقية هي نفس كيصبوا الماء على الشاي. إلا لما يكون الشاي مصنع بحال هذوك الخنيشات. كاين على هو كيكون مسحوق شويه هذوك الخنيشات اللي كان حتى هما كننقعوهم في الماء ساخن كنديروه في الماء سخون. لكن شاي حبوب وشاي اوراق هو مختلف جدا. هي هذه الطرق كلها كما قلت هي تجتمع في ان الماء مغلى على 100 درجه ثم يصب على الشاي. المغاربه كيعاودوا يردوه فوق النار. فعلا كيف ما كان الحال يردوه ولا ما يردوش
هو غادي غير يزيدوا يطبخوه علاش باش يطلق اكثر باش هذيك المواد تستخرج اكثر كما تنقولوا حنا تيتشحر نعم شحر الغريب هو ان الطريقه المغربيه كيشحروا بالسكر وهذه هي المصيبه اللي عندنا هو ان المشكل ديال الشاي يقترن بالسكر بكثره السكر تركيز عالي يقدر يمشي حتى ل 10 15% سكر وكاين اللي كيعمل 20% بحال النواحي ديال اللي عندهم الممالح شلوقي منطقه ديال بر الشيد جاقمه الكاره الصطاد لحد السوالم هذوك كلهم كيديروا السكر بزاف هذ ولاد عبو حتى البن حماد حتى البروج هذو اللي عندهم الماء شلوقي اللي عندهم الماء حار هذو كيديروا السكر بزاف باش يحليوها باش يحليوها فعلا مع الاسف الشديد حتى في الشمال انا كنت كنسمع تيقول لك اجي عندي تشرب واحد البراد السكر برجات السكر ماشي ما كيديروش ما يقولوش اتاي لا مع الاسف الشديد هو الشاي اذا الصينيين كيصبوا عليه الماء وكيشربوه الى الشاي بغاو ياخذوه الناس كشراب صحي بدون سكر يكون احسن ونوصي الامهات يبداو يعلموا الاطفال ديالهم هذاك المذاق ديال الشاي بدون سكر يبقاو يعلموهم تدريجيا لان الا ادى على هذاك المذاق الحلو ما يبقاش يقبل حتى الناس مثلا غير ملي كنديروا الزعتر ولا شي حاجه ما كنضيفوش له السكر اذا نعم بحال هذا يعني انا شخصيا ما تمكنت من ازاله السكر من الشاي بعد سنه بقيت كنقص بشويه حتى وصلت لواحد عليا السكر ديال الشاي هو سكر يستخرج من يعني من نباتات طبيعيه يعني هو في قصب السكر ولا حتى شمندر السكر وغير التركيز المشكل في التركيز ما يكثروش فيه نعم ما خصهمش يكثروا منه كنظن ان هذا المشكل اللي عندنا هو المشكل الوحيد هو اننا في المغرب نستهلك اتاي حلو بالدول الاخرين احسن منا علاش لانهم كيصبوا عليه الماء وكيشربوه هنا خصنا الا زولنا السكر ولا نقصنا اربعه الاخماس خصنا نقصنا ديال السكر ربعات الاخماس لنا تركيز عالي الا بقات 2% 3% ديال السكر لا تضر ولكن بالتركيز اللي كناخذوه انا قلت بان في الباديه يقدر يوصل حتى 25% ديال السكر يعني كثير تولي تولي بحال المربى تتشرب تتشرب الحلاوه كيولي كينسق وهذا السكر ملي كنضيفوه لشاي مع الاسف الشديد ما كيخليش هذوك الكاتيشينات يخرجوا كيلاحظوا الناس على ان ملي كيطبخوا اتاي بلا سكر كيحمر ملي كيضيفوا ليه السكر ما كيحمرش كيلاحظوا الناس على ان ملي كيطبخوا بلا سكر كتكون فيه المراره كيكون مر ملي كيضيفوا ليه السكر ما كتكونش هذيك ما كيكونش مر وهو بالعكس هو قد ما كان مر كيكون جيد لان هذوك المواد الدابغه هي مره خلقها الله سبحانه عندما ذاق مر من فيما يخص السؤال الثاني النيكوتين النيكوتين لا ليس هناك نيكوتين في الشاي يعني في التحاليل اللي عندنا ليس هناك نيكوتين ولكن ادمان هو ليس على النيكوتين نفس العربي الادمان تكون على جميع الاشياء يعني حتى الحركات ديالك في المنزل ربما تكون مدمن على الجلوس في واحد المنطقه معينه ولا واحد الحركه كديرها الا ما درتيهاش كيبقى فيك الحال ولا ملي كتكلم كدير يدك على وجهك ولا حاجه يعني كاين حركات يصبح الشخص مدمن عليهم لانه تعود على 10 15 سنه كاين الطفل كيكون صغير كيكون كيرمش كيكون كيغمض عينيه بالزربه وكيدير واحد الحركه كيتعلم ما كتبقى فيه كيبقى كيقرص عينيه يعني مره هذا الادمان ليس على ماده التيين ماشي بحال الكافيين